ومع تحية كبيرة للرفاق بالحزب السوري القومي. نسيتوا حالكن لما كنتوا تعملوا العروض العسكرية بالأسلحة الصهيونية؟ نسيتوا حالكن يلي كنتوا عاملين دولتكم بما يسمى المناطق الحرة وتلموا خوية من العالم؟ نسيتوا كيف هجرتوا الإخوة المسلمين من المناطق يلي كان اسمها حرة؟ نسيتوا المجازر بحق الأبرياء عبر قناصاتكم والخطف والذبح على الهوية؟ نسيتوا تاريخكم الحافل بالخيانة لوطنكم لبنان وتعاملكم مع العدو الصهيوني؟ بدكن الدولة تحل حزب قدم الكثير من الشهداء لتحرير لبنان من حليفكم العدو الصهيوني يلي طلبتوا منه يجتاح لبنان عام 1982 حتى تحكموا لبنان بعد الإبادة لأكثرية الشعب اللبناني عام 82 بسبب حليفتكم الدولة العبرية يلي انتخبت رئيس جمهورية اسمه بشير الجميل. هو إذا في دولة بتحترم حالها لازم القوات والكتائب هن يلي لازم ينحلوا وقادتكم تتعلق على المشانق.